والسبان ديالنا جيت لقيتها تبنيتها كنصوب فنة الحلا وبغيت نشاركها معكم ونوريها لكم. انا ما كنديرهاش بزاف عمرني درتها واحد المره شحال هذه شي 14 عام ولا فازيد هكا. انا غنسولوها اسمح لينا نسولوها بعدا. وها انتما هذه بحال طواج كتجي. بغيت ندير لكم فيديو عليها. انا راه يديداتي مساكن شاقين وحالتهم. هاد الحنة خصها يديدات يكونوا ما شاقينش كتجي فيهم السمنة. واللي ما كعندوش حساسية اخيتي شفتي تحلي كنا ما ترنيش باش كتخلطيها ما كتخلطيش حيت راه حنا في وصي عرفت هذه بوماده حيت انا عارفه واحد الغبره هذيك تقطعات اللي غبره كتكون مرسومه فيها شي نيه تقطعات. انا اصلا هذيك راه صعيبه انا كنت فايته درتها شحال هي كدير هي كدير انا حنيت بلا نويا دابا الى حيتها تبان ليك حلا. شحال الوقت نحيو شحال الوقت غير تيبس نزولها غادي تشارك معايا اللي بغاتها نصيفطها لك حيت كيعيطوا لي بنات كيجيو في الصيف كيبغيو تطواجات فين كتكوني؟ كتبتي تخدمي تما بقاش اصلا دايره لاكوا دبلوم تاع كوفليستيشن فين انتي ساكنه داكو؟ بنت بفتو كنت تعذبي كتجي حتى لهنا بزاف هاد الجوج باش كنخدم في البرش ألبينا سميتها بحال سميت بنتي يسرى. لا لا ما بغيتش هكا حسن الا عمرتها الحملك حنا الا عمرتي بزاف كتبان لا ما كتبقاش زوينه كتكون خفيفه حسن. قولوا لي بصحه شحال اختي يسرى قالت لي 20 درهم كتخرج حنا هاك شكرا. هانتوما غادي تشوفوا كي غادي تخرج غنشاركها معاكم باش تعرفوا كدير تخرج هاد الحنه هادي. راه تحرقت لي يديا كنهار جيت نطيب وتحرقت لي يدي. دابا تشوف واحد الفيديو هكاك راه محروقه يدي. والمهم تابعونا انا مازال نشاركها معاكم هاد الفيديو هذا.